الأستاذ ماجد فاروق الحنبلي المرشح على مقعد الرئاسة في انتخابات النادي الأبيض. أستاذ ماجد أهلا بيك منورنا. اهلا بحضرتك. أخبار حضرتك إيه؟ كويس؟ والله تمام، الحمد لله الحمد الحمد لله لله تمام. الحمد لله. هبدأ معاك الأول بأخبار الطعون. إيه؟ والله بص يا استاذ هاني، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. انت اجرأ اعلامي رياضي في مصر. شكرا. مش أجرأ، ما أعتقدش في لا أجرأ اجرأ، وأحسن. اصل انا شبه محظور اعلاميا، عشان بس اكون صريح مع ليه حضرتك. محظور؟ محظور لسبب بسيط، اتفضل. انا دلوقتي يعني رفعت طعم وده من حقي، ولكن للأسف يعني قصة عدم متابعة الطعم في حد ذاتها أنا مستغرب لها، يعني أنا مستغرب لها جدا. أنا النهاردة رافع طعن حقيقي، ومش ضد شخص الكابتن حسين لبيب ولا ضد شخص الكابتن فاروق جعفر، ولكن للأسف أنا بواجه كم هجوم غير طبيعي، وكأني أنا عملت شيء مش من حقي كمرشح. لا بالعكس، هو الخطوات المنطقية، وإلا ما كانش اتفتح باب الطعون بعد غلق باب الترشح. دي خطوة قانونية بالضبط منطقية. بالضبط، لكن يعني عندي هنا نقطتين أحب أسمع تعليقك عليهم. اتفضل. النقطة الأولانية إنه أي حد، أي مسؤول، أي حد بيشتغل في العمل العام هيتعرض لكم رهيب من الانتقادات، سواء اشتغل حلو أو ما اشتغلش حلو. تحمل ده بما ان حضرتك مقبل على الانتخابات وقد تكون رئيس نادي الزمالك الفترة اللي جاية. دي أنا ملحوظة بس. متحمله، أنا متحمله طبعا بكل المقاييس، سواء مقاييس جماهيرية أو بعض أعضاء الجماعة العمومية، تمام. لأن برضو بكررها تاني، في ارتياح وسط الجماعة العمومية لهذا الطعم. لهذا الطعن طبعا حسيته منين الارتياح ده؟ حسيته من مقابلة أعضاء الجماعة العمومية، حسيته من السادة الأعضاء، حسيته من السادة المرشحين نفسهم. المرشحين نفسهم كانوا مرتاحين من الطعن اللي حضرتك اه طبعا، قدمته ليه؟ انا هقول لحضرتك مفاجأة، انا المرشحين كلهم متابعيني في الطعن ده، يعني تتخيل حضرتك، مع احترامي برضو، يعني مش هقول المرشحين كلهم، هقول بعض المرشحين، تمام. يعني لو هقول اسماء اقول اسماء، انا مفيش مشكلة بالنسبة لي. يعني قصة النهاردة الدكتورة ميرفت كلمتني وقالت لي هنضم للطعن، الاستاذ عمر هريدي نفس القصة، ولكن طبعا بروح المحكمة ودي قصة تانية خالص، ايه اللي بيحصل؟ وفجأة طبعا ان ماجد الحنبلي اللي متصدر المشهد. طب يا جماعة بعد اذنكم، طالما انتوا عايزين تنضموا علني، تعال اتفضل حضرتك قول طلباتك، تعال حضرتك اتدخل تدخل قانوني وقول طلباتك، لكن ما تكلمش ماجد الحنبلي في التليفون وتقول له انا جاي وانا معاك وانا في ظهرك، وفجأة ان ماجد الحنبلي هو الوحيد اللي واقف في المشهد، مش لازم. غير ان انا النهارده يعني ده الطعن الوحيد اللي واخد جديه، لان انا مقدم مستندات، يعني في الاول وفي الاخر هو حكم محكمه، تمام، ولازم احنا كلنا نحترم حكم المحكمه، مظبوط. ولكن انا عندي مستندات قويه جدا لابطال ترشح الكابتن حسين لبيب مثلا والكابتن فاروق جعفر باين، والكابتن فاروق جعفر، ولا وبقول لهم المستندات يا جماعه اللي انتوا النهارده بتبطل الكابتن حسين اقوى من المستندات اللي بتبطل ترشح الكابتن فاروق جعفر؟ لا، هما الاثنين على مستوى واحد، تمام. ولكن انا طالب، انا طالب من المطعون ضدهم الكابتن حسين لبيب والكابتن فاروق جعفر تقديم المستندات. حضرتك جيت لي جلسه 23/9 وعرفت ان في مستندات المفروض حضرتك تطلع عليها ايوه. وتجيب ما يفيد صحيح ترشحك. ما حصلش. الجلسه اللي بعدها حضرتك برضو طلبت ان انت تمد اجل للاطلاع على المستندات وتقديم ما يفيد. ما حصلش. يا كابتن حسين انا بقول لحضرتك قدام مصر كلها انك انت طلعت في احد البرامج وقلت يا جماعه انا ملفي ناقص، مش هقول متاخد منه حاجات او مسروق منه حاجات حسب اللفظ الدارج. يا كابتن حسين حضرتك عندك اهم 3 مستندات في ملفك مش موجودين. اللي هم يا كابتن حسين ايصال سداد، وانا بقولها لحضرتك حصري، لان انا بحترمك فعلا كاعلامي. شكرا. يعني حضرتك لما فتحت القصه دي انت يعني انت فعلا بتهتم بالاعلام الرياضي الناجح. اشكرك. لكن انا النهارده عشان كل المرشحين، انا في مرشح طالع يتكلم على الطعن باسمي، وده برضه حاجه انا مستغرب لها. طب استاذ ماجد.